الله مشاهدينا في هذا الموجز. استهدفت قوات مجلس شورى توالي بني غازي السبت مدرعتين تابعتين لقوات مجرم الحرب حفتر بمحور الجوارشة ما تسبب في تدميرهما، وذلك حسب ما ذكر مركز سرايا الدراع الإعلامي للمجلس. المركز ذكر أن الاستهداف أسفر عن مقتل الموجودين في المدرعتين وإصابة آخرين، فيما أفاد مصدر من مستشفى الجلالة تناصح بوصول 3 جثث ومجموعة من الجرحى، لم يحدد عددهم بعد. شن الطيران الأجنبي الموالي لمجرم الحرب حفتر السبت 3 غارات جوية على منازل العالقين في منطقة جنفودة، وذلك حسب مصدر في المنطقة. مركز سرايا الدراع الإعلامي لمجلس شورى توالي بني غازي ذكر الجمعة أن الطيران الأجنبي شن ما يقارب 4 غارات جوية على جنفودة، فيما لم يذكر وجود أي أضرار بشرية في صفوف العالقين هناك. خرج حشد من المواطنين في ميدان الشهداء في العاصمة الليبية طرابلس في مظاهرة مطالبين فيها بإسقاط الرئاسي المقترح وكل الأجسام المنبثقة عن إسخارات. المتظاهرون رفعوا شعارات عبروا فيها عن وقوفهم مع مجلس شورى توالي بني غازي ومجاهدي درنة وقوات الثوار التي تقاتل ما يعرف بتنظيم دولة في مدينة سرت. هذا وتخللت المظاهرة استعراض عسكري وسط الميدان لكتائب الثوار الموجودة في العاصمة وسط ابتهاج وفرح كبير من المواطنين. أكد مصدر في مدينة سرت أن قوات الثوار تتقدم بحذر في حي الجيزة البحرية آخر معقل ما يعرف بتنظيم دولة في المدينة. هذا أوضح المصدر أن تقدم القوات بشكل حذر في محاور القتال يأتي حفاظا على أرواح المقاتلين وتجنب للخسائر حسب تصريحه. هذا ولفت المصدر ذاته إلى أنه لم يعد سهلا استهداف عناصر تنظيم دولة من قبل سلاح الجو نظرا لضيق وقرب المسافة بينهم وبين قوات الثوار. وفي خبر أخير، حيث قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن 240 مهاجر على الأقل غرقوا قبالة السواحل الليبية في 48 ساعة الماضية. هذا ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المتحدث باسم المنظمة ليوناردو دويل قوله أن 5 سفن إنقاذ بالتنسيق مع خفر السواحل الإيطالي كانوا على مقربة من المهاجرين، ولكن على الرغم من ذلك فإن محاولات إنقاذهم باءت بالفشل وغرق أغلبهم. هذا وأضاف دويل أن قريبين مطاطيين كان مكتظين بالمهاجرين عليهما أكثر من 300 شخص وقد استسلم للأمواج قبلة ليبيا في أحوال جوية سيئة. ختام هذا الموجز، إلى اللقاء.